أطلق على واصل بن عطاء زعيم المعتزلة واصل الغزال، مع أنه لم يكن من الغزالين، وذلك لكثرة جلوسه في سوق الغزالين عند أبي عبد الله مولى قطن الهلالي، ويذكرون أنه كان يلازم الغزالين ليعرف المتعففات من النساء اللاتي يغزلن ممن يتردد عليهم ليخرج صدقته عليهن. وكان واصل ألسغ في حرف الراء، فكان يخطب الخطبة الطويلة لا يأتي فيها بحرف الراء إطلاقا، لذا قيل فيه: ويجعل البر قمحا في تصرفه، وجانب الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا والقول يعجبه، فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر. وقال آخر: عليم بإبدال الحروف وقامع لكل خطيب يغلب الحق باطله. وقال البلخي: ولواصل الخطبة المشهورة الطويلة التي ارتجلها بحضرة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، فأسقط منها الراء فلم ينطق بها إطلاقا. وقال آخر: تكلفوا القول والأقوام قد حضروا وحبروا خطبا ناهيك من خطبي، فقام مرتجلا تغلي بديهته كمرجل القين لما حف باللهب. وجانب الراء لم يشعر بها أحد قبل التصفح والإغراق في الطلب. وسئل عثمان البري كيف كان واصل يصنع في العدد في 10 و20 و40، وكيف كان يصنع في نطق القمر ويوم الأربعاء وشهر رمضان، وكيف كان يصنع بالمحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر ورجب، فقال: ما لي فيه قول إلا ما قال صفوان: ملق قن ملهم فيما يحاوله، جم خواطره جواب آفاق. وقال رجل يمدح أميرا: نعم تجنب لا يوم العطاء كما تجنب ابن عطاء لفظة الراء. ومن فطنته ما رويا أنه أقبل في رفقة فأحسوا بقدوم الخوارج، فأيقن رفاقه أن الخوارج قاتلوهم لا محالة. فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم، فاعتزلوا ودعوني وإياهم. فقالوا: شأنك. فخرج إليهم فقالوا: من أنت ومن أصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله وليعرفوا حدوده. فقالوا: قد أجرناكم. قال: فعلمونا. فجعلوا يعلمونه أحكامهم، وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن معي. قالوا: فامضوا مصاحبين بالسلامة فإنكم إخواننا. قال: ليس ذلك لكم. قالوا: ولم؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فأبلغونا مأمننا. فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذاك لكم. فصاروا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن. وعتب رجل من المعتزلة على عمرو بن عبيد
في شيء كان بينهما بعد وفاة واصل، فأنشد معرضا: إن الزمان وما تفنى عجائبه، أبقى لنا ذنبا واستأصل الراس. ثم قال: يرحم الله واصل بن عطاء. قال: فرفع عمرو رأسه وقد غرورقت عيناه، ثم قال: نعم، يرحم الله واصل بن عطاء، كان لي رأسا وكنت له ذنبا، والله ما رأيت أعبد من واصل قط، والله ما رأيت أزهد من واصل قط، والله ما رأيت أعلم من واصل قط، والله الذي لا إله إلا هو لصحبت واصل بن عطاء 30 سنة، أو قال 20 سنة، ما رأيته عصى الله قط.